ما حدا عنده مشكلة تنقبري ترتبطي فيه، تنباعي بالعزة منك إله، بس هو اللي بطل بده إياكي لأنه ببساطة طالعناه من الشغل. يعني كان بده حصته من الكعكة. كعكة مين؟ معه مصاري حبيبي بتعبينا كلياتنا، هلأ بدك تقنعني إنه هو طمعان فينا؟ بعدين من وين ما بده يتغير؟ من وين ما بده يتغير وعندي أخوات بطفشوا اللي عمره ما طفاش؟ قسماً بالله بقوم بدعس على راسك، خرسي وليه؟ ما بدي أخرس، بدي ضل عم عيط، بدي ضل عم عيط لك، شو بدكم فيني؟ جننتوني! سوزان دلعي لبرا، دلعي لبرا. متقلاني؟ متقلاني يا كبير العائلة؟